أشياء تلخص تاريخ أنا معجبة بيه. كان في خلاف يا مدام بوس، أنا في الأول قلت لا، مي عايزة حاجة بابا تفضل موجودة عندها، مش عايزة حد ياخدها، أنا بحافظ عليها. بين القرار الموافق والمعترض في ناس جم قالوا احنا عايزين ناخد، مرعوبة وأنا بدي الحاجة، أنا ما سبتهاش، هي بتاعتي برضو، مين هيجي بعد كده ياخد باله؟ أنا أعتقد إن هو زعل مني. هو زعل مننا، احنا كنا الكاميرا الوحيدة. دي حاجات هو وهو بيعملها كان بيعملها لنفسه، معمول بطريقة شيك وحلو. يظهر ان حضرتك تعرفي كل زباين المحل. باجي كل يوم خميس عشان اعمل ميزان بلي. شافوا صور البدايات قالوا شكلكم زي الايطاليين. فعلا حاجه تشرف، هتبقى ليا ولغيري. هو ده السؤال، تفتكر لو كنتوا سالتوه كان هيبقى اختياره فين يا مي؟